فعاليات مبادرة اقرأ أكتر اللي بتنظمها هيئة الطرق والمواصلات RTA، أطلقت الهيئة مؤخراً مكتبة المواصلات العامة. المكتبة موجودة حالياً في 4 محطات، هم محطة طيران الإمارات، محطة الاستاد، محطة بنك الخليج الأول، ومحطة مدينة دبي للإنترنت. المبادرة عبارة عن مجموعة رفوف بتضم كتب متنوعة من اللغتين العربية والإنجليزية، وبتقوم فكرتها على استعارة ركاب المترو كتاب من المكتبة وإعادته عند الانتهاء من قراءته في مدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أيام في أي مكتبة من مكتبات المحطات الأربع. ده غير أنه هيتم وضع باركود داخل عربات المترو يقوم الركاب بمسحه بهواتفهم المحمولة لتحميل الكتاب، وده لتشجيعهم على القراءة أثناء الرحلة. المبادرة كمان بتيح لركاب المترو أنهم يشاركوا بالتبرع بالكتب لدعم المكتبة وإثرائها. اتفرجوا على دبي على دبيات.tv، وتابعوا فيديوهاتنا على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب.